مشاهدينا الكرام، حياكم الله وأهلا وسهلا بكم إلى حلقة جديدة من برنامجكم الأسبوعي بيت القصيد. هذه المرة إلى لبنان وعلى جناح غيمة، على جناح قصيدة مفعمة بالأمل والتفاؤل تنتمي إلى الإنسان والإنسانية. من بيروت معنا عبر سكايب الشاعرة سارة زين. أهلا بكم أيها الراقي، تحية لكم ولكل المشاهدين، تحية حب وشعر وشكر لكل من يتابعنا عبر هذا الفضاء. أستاذة سارة، أبدأ بهذا السؤال مباشرة، الانتماء إلى الإنسان قولا أو الانتماء إليه قولا وفعلا من وجهة نظر الشاعر وما ينبغي عليه أن يقوم به، إلى أي الفريقين تجدين نفسك منتمية؟ يا سيدي، إن أرقى درجات الشعر هو الإنسانية. لا تستطيع أن تكون شاعرا بحق إن لم تصل ولو قليلا إلى إنسانيتك، إن لم تتماهى مع ترابيتك، مع أصلك. هذه الشعارات تضج في وسطنا، لكننا حقيقة نحتاج إلى مصادق. لا يكفينا أن نتحدث عن الإنسانية. الشعر ليس فقط أوزان وموسيقى وعروض، الشعر هو روح لا يمكن أن نؤطرها لا بمبنى ولا فقط بمعنى. هذه الروح عليها أن تتجلى، ومن مصادقها هذه الإنسانية. الإنسانية يا سيدي هي جوهر الشعر، لا نفصلها، لا نستطيع أبدا فصلها عن مفهوم الشعر. نعم. لذلك كان لابد لنا أن نلاحظ مع بعض الأشخاص، مثلا عندما يقول لك نزار قباني لا تستطيع أن تكون شاعرا بدوام جزئي. الشعر هو كل وليس جزءا. لا نستطيع أن نأخذ مثلا فترة استراحة من الشعر أبدا. لما؟ لأن الشعر هو كيان، هو كينونة، هو روح، هو الإنسانية، هو الإحساس، هو هذا الشعور الذي لا نستطيع أن نوصفه، كما الروح التي علمها عند ربي. لذلك بطبيعة الحال أنا أؤمن بتماهي الأشياء بجوهرها وروحيتها. نعم. وصدقها، وسيتجلى ذلك. لذلك أعتبر أن القصائد التي تحفر عميقا في وجدان المتلقي هي التي استطاع الشاعر من خلالها أن يعيش لحظة تماه ولحظة صدق. نعم. مع قصيدته، مع إنسانيته، ومع عمق الفكرة. نعم. ومصداقها. وهذا مما لا شك فيه. أستاذة سارة زين الشاعرة اللبنانية، يقولون إن الحزن ملح الشعراء. عن الحزن وتجربتك الذاتية، ما هو محل الحزن من الإعراب في قصيدة سارة زين؟ تفضلي. والله أنا أتهم بأنني أكثر من القصائد التي تحمل ملامح الحزن والوجع. نعم. أتهم بهذا، وأتهم أيضا بأنني أبتسم عندما أتحدث عن الحزن، وهذه مصيبة أخرى تضاف. الفكرة يا سيدي إن الحزن، صدقا أنا لم أجد شاعرا كالحزن. إن الحزن يؤنسلنا، والبكاء يزكينا ويطهرنا. إن هذا الحزن هو نحات ماهر للشعر وللقصيدة ولجسد القصيدة تحديدا. نعم. نحن نتأنسل بالحزن، نحن نرتقي بالحزن. هذا الحزن هو الذي يرسم ملامح الوجع وملامح الإنسانية في قصائدنا. نعم. ولولا الحزن لما كنا وصلنا إلى هذا، لما كان هذا الإحساس صفى معنا. هذه الصفوة التي تبقى هي التي تميز القصائد وتميز الشعراء، هي التي تبقي أثرا لكل منا. لأنه بطبيعة الحال نستطيع أن نتجلى بأحاسيسنا أكثر كلما بلغنا من الحزن مبلغا عظيما. نعم، أحسنتي. إلى أولى القصائد التي ستفتتحين بها هذا العدد المتميز من بيت القصيد، أستاذة سارة زين، ما القصيدة التي ستبدأين بها إلقاء لك المنبر والكلمة دائما؟ تفضلي. إلى لبنان وبيروت، من بيروت تحية حب لكم، القصيدة أنثى المجال.
ونحن بدورنا نرسل أسمى باقات المحبة والوفاء إلى الشعب اللبناني العظيم، إلى الشعب اللبناني الذي لا يزال متشبثا بالحياة ويكفر بكل السواد. إنه شعب يعشق الشمس ودائما يستحقها كما تستحقه. إلى أولى القصائد تفضلي أستاذة سارة. أنثى من الضوء، أنثى من الضوء لا تمشي على القصب، تهذب الماء بالترميز والحجب، كشرفة فتحت للليل فتنتها، فراقصت سدما من بارد اللهب. شقية الطبع، شقية الطبع والتأويل يسكنها دفء المجازات حتى سكرة الشهب، ومجدلية وحي كلما نتقلت يحدق الشعر بي. صلت وبيروت تخفو في أصابعها، صلت وبيروت تخفو في أصابعها، والصولجان على غصن من الهدب. حرف وآلهة، جسم وخارطة، وأبجدية خلق بالغ الحسب. لها من الوحي تاريخ معلقة خيطانه البيض فوق الماء والسحب. تزيح عني خطايا كدت ألمسها بالأغنيات، كأن الشعر لم يتب. وتصبح اللحن في خلخال ضحكتها، تقول فيروز هات الناية واقتربي. الله. كأرزة عرفت أن اليقين غوى، فخالطت فيه شكا من دم عربي. والأرز سيد هذا الكون مارده، تنزلت منه آيات لكل أبي. تؤرشف القلب مهما غاب يحفظها، لها بعينيه مفتاحان من تعبي. وتربة حملت روحا وفلسفة، دما شهيا وطعما طيب الرطب. لبنان خلدها في الشعر مذ ولدت، في كل ركن له صوتا ووحي نبي. لبنان خلدها مجددا، ليتك تتكرمين علينا بإعادة البيت الأخير. لبنان خلدها بالشعر مذ ولدت، جميل. في كل ركن له صوتا ووحي نبي. لبنان هذا الصوت الخالد في وجدان الشاعرة، فرأت الأنبياء يطوفون به حبا وينتمون إلى خريطته التي لا تقبل إلا أبناءها محبة وكرامة. من أجل الآخر في المكان البعيد، أمنية للشاعرة سارة الزين من أجل الآخرين حتى يزول الألم ويكون للإنسانية وجه مشرق بالحب دائما. ما هي الأمنية التي تتمنينها للآخرين دائما؟ والله إني من الدعاة إلى الحب ومن الدعاة إلى الابتسامة، لذلك فقط أتمنى أن نتعامل بثقافة الابتسامة حتى وإن كنا محزونين وإن كنا متعبين. أنا أدعوكم إلى ثقافة الابتسامة، التبسم. نحتاج أن نتقابل بابتسامة، أن نتقاسم الفرح لقلة ما قد نراه في هذه الأيام. لذلك أمنيتي أن أرى الابتسامة على محياكم وفي قلبكم خصوصا. أتمنى ولو أن كان بإمكاني أن أزرع وردة دوار الشمس في كل قلب، وردة زهرة الأقحوان في كل قلب. أنا أمنيتي صدقا أن أجد طمأنينة وسكينة في قلوبي في هذا العالم العربي، لأن الشتات قد يعني قد ضيعنا وقد أتعبنا وقد ترك فينا ما ترك. أمنيتي صدقا أن يعم السلام وأن نتبادل الحب وأن نعيش الحب بكل صدق وبكل رحمة. أحسنتي. هذا حلمك من أجل الآخرين في العالم أجمع. ماذا عن حلمك من أجل لبنان الذي تحبينه وتنتمين إليه؟ بكل بساطة ماذا يمكن أن تقولي من أجل بيروت؟ والله لبنان حالة خاصة، صدقني يا صديقي، لبنان حالة خاصة. نعم. بشعبه
بدولته باقتصاده بكل تفاصيله بأرضه بشوارعه كما الحال كما يرى كل مواطن بلده. غير أن لبنان مر بأحداث كثيرة، لذلك والله نحتاج فقط بلبنان إلى سكينة، فقط نحتاج إلى طمأنينة وسكينة. أتمنى فقط أن يرجع المواطن اللبناني إلى بيته هانئ البال، لأننا والله منذ فترة، منذ ما يزيد منذ الحرب الإسرائيلية حتى يومنا هذا، لم نرى لحظة هانئة في حياة الشعب اللبناني، من ظرف إلى ظرف، من نكبة إلى نكبة، من مصيبة إلى مصيبة. لذلك تشعر أن لبنان يعيش من قلة الموت، هذا ما يقال من حولي أكثر. يا الله. صدقا الحالة موجعة جدا في لبنان، بعيدا من أي حديث سياسي أو ديني. نعم. أو اقتصادي، أنا أقول لك يحتاج اللبناني إلى أن ينام على وسادته من دون حلم، وليس فقط من دون كوابيس. كثرة الحلم أحلام تضج فينا، نحتاج نوما أبيض. اليوم كنت أذكر ذلك لبعض لأصدقاء الشعراء، قلت لهم وصلنا نحن في لبنان إلى مرحلة نحتاج فيه إلى نوم أبيض، نوم من دون لا أحلام لا كوابيس لا شيء، نريد فقط أن ننام. لكننا نأمل للبنان وكل المنطقة العربية والعالم طمأنينة كما ترجين شاعرتنا سارة الزين من لبنان، وكذلك نأمل بمستقبل واعد ومشرق على سواعد أو على أكتاف أبنائه، هذا ما نأمله. على أي حال متواصلون معكم مشاهدينا الكرام ومع شاعرتنا سارة الزين من لبنان، لكن قبل أن نواصل نذهب إلى هذه الفقرة، فقرة قصيدة للوطن، نتابع هذه القصيدة ومن ثم لنا عودة رفقة شاعرتنا. ابقوا معنا ولا تذهبوا بعيدا. إذا سبني نذل تزايدت رفعة، وما العيب إلا أن أكون مساببه، ولو لم تكن نفسي علي عزيزة لمكنتها من كل نذل تحاربه، ولو أنني أسعى لنفعي وجدتني كثير التواني للذي أنا طالبه، ولكنني أسعى لأنفع صاحبي، وعار على الشبعان إن جاع صاحبه. مشاهدينا الكرام، لا زلنا في رحاب هذا العدد المتميز من برنامجكم الأسبوعي بيت القصيد إلى لبنان مجددا، وضيفتنا عبر سكايب من بيروت معنا عبر سكايب الشاعرة سارة الزين. أهلا بك. بعيدا عن الأسئلة، قريبا من الشعر إلى القصيدة من جديد، تفضلي. يا صحوة الحرف، يا صحوة الحرف من جوع النهايات، الآن أقصر في قمح نبوءات، تهدي المسافة في عيني فأسألها من ذا يريق على عيني مسافاتي؟ الله. مبلولة بالشتات المر أسئلتي، وغيمة ابتلعت كل احتمالاتي، أرضي وقيل بعيد الصمت خائفة خوف السكارى ترى هول القيامات، صوتي ويشبه في الترميز أغنية شطت عن اللحن في إيقاع هزاتي، دمعي صنوف بحار ما لها أمد بالموج ترفل في عين المحيطات. الله. وطفل شعري منبوذ بلفته، وطفل شعري منبوذ بلفته، لا يم يحمل أشباه الولادات. يخيفني الوقت يبدو في تبرمه صعب المراس مزاجي المسارات، يخيفني المارد المعنى وقد شهقت من حوله الروح
تفضي لاختناقات، موت يكرر في الشريان رقصته، فكيف أحصي إذن كل الجنازات؟ يا الله يا الله، وكيف أنجو من الخربان في قربي، والقحط يشهده في كل ميقاتي، كل اليتامى فرادى في تغربهم، كل اليتامى فرادى في تغربهم، حتى السماء احتضار للفضاءات، كل اليتامى هوائيون، ضحكتهم ضرب من الذوق من باب المدارات، إلا يحين يشد الوجه ضحكته، يكذب الحزن في وجه الدعاءات. إلا يا مجددا، إلا يا تفضلي. إلا يا، إلا يحين يشد الوجه ضحكته، جميل، يكذب الحزن في وجه الدعاءات. يا قسوة الأرض، إن الأرض تلفظني من شدة الطعن في صدر البطولات، يجول خوفي على ضعفي وأبصره يهدهد الشعر من بعد الخسارات. يا الله، أنا ابنة الشمس، أنا ابنة الشمس والأرض التي ولدت من خصرها لغة فوق الكنايات، أنا القتيلة في التأويل، يعرفني رجع الحداء بأسراب المجازات، أبلل الفكرة العذراء، أبلل الفكرة العذراء، أغسلها من التصحر من بعد المخاضات، صوتي وحرفي هلاك في اعوجاجهما، وما استقاما سوى فوق انحناءات. هذا انكساري، هذا انكساري، وقد طالت جدائله، يا سادن الدمع رفقا بالكسارات. هذا انكساري وقد طالت جدائله، يا سادن الدمع رفقا بانكسارات، رفقا بانكسارات، ورفقا بهذه المشاعر العالية المنتمية للإنسان أولا وأخيرا. أستاذة سارة، إذا أردنا أن نسأل سؤالا مختلفا ونقول شيء ما، ترجو سارة لو أنه لم يكن حاضرا وموجودا ومنتشرا في الوسط الشعري، شيء ما ترجين لو لم يكن، ما هو هذا الشيء؟ أشكرك على هذا السؤال، لأنني في أكثر من مقابلة كنت دائما أتحدث عن هذه النقطة لأهميتها، ولكن لم يكن لم يسألني أحد هذا السؤال. أنا كنت دائما ما أسعى إلى أن أحيل الحوار إلى هذه النقطة. يا سيدي، نحن نحتاج أن نتخلص من الحسد، نحن نحتاج أكثر إلى أن نتخلص من آفة المقارنات. واسمعوني جيدا، لأن هذه النقطة مهمة جدا. أحسنت، أكملي. إن كثرة المقارنات تولد الحسد. نعم. يعني أحيانا يكون الشاعر مطمئنا بنفسه، مطمئنا بتجربته، مسرورا بما يقدم، ويسعى دائما إلى أن يتحدى ذاته. وأنا دائما أدعو الشعراء وأدعو نفسي أولا إلى أن أتحدى ذاتي. النبذ الوحيد لسارة الزين هي سارة الزين فقط. أنا علي أن أغلبني، أن وهكذا ما يجب أن وهذا ما يجب أن يتبناه كل شاعر. الند الوحيد للشاعر هو الشاعر نفسه. أحسنت، ولكن المشكلة أين تقع يا سيدي؟ في الجمهور وفي عالم الشعراء أيضا. المشكلة يا سيدي أن بعض الشعراء يقومون بالمقارنة. نعم. بمعنى يقولون هذا أشعر من فلان وفلانة أشعر من فلان. هذا خطأ. لكل سماء وتحليق، لكل أسلوب، لكل منا تقنية، لكل منا تغريد وصوت وفضاء. لذلك أترك كل شاعر يعبر عن تجربته بعيدا من مقارنته بتجارب الآخرين. هذا غير منصف وغير حقيقي. أنا والله إذا ما جاءني أحدهم وقال لي أنت أشعر من فلان أعترض. إذا ما قال لي بالنسبة إلي أنت أشعر شاعر أشكره. أما إذا ما قال لي أنت أشعر من فلان أو فلانة، أقول له يا سيدي إن لكل منا فضاء وتحليقا. أحسنت. أنا لا أشبه تجربتي، لا تشبه فلانة لتقارنني بها، أو لتقول أنت الأولى وهي الثانية، أو هي لا أبدا. صحيح لكل منا ضائقة. أنا أشكر كل شخص يضعني في المرتبة الأولى في باله هو، لكن لا أحب أن يرفعني أحد على حساب التقليل من قيمة الآخرين. نعم. لا أقبل ذلك. يعني أنا لا أستطيع أن أتقبل شخصا يقول لي
أنت الأولى وهذا الثاني وتلك الثالث، من قال هذا؟ هذا ليس بصحيح. نعم، يستطيع بطبيعة الحال كل متذوق أن يقول أنا أميل إلى شعر فلان وأنا أعتبر بالنسبة إلي أن فلانا مثلا هو الأفضل، هذا حقه، لا نستطيع أن نعترض، ولكن لا تستطيع أن ترفع شخصا على جثث الآخرين أو على من خلال إسقاطك لشعر الآخرين. أدعو الشعراء، أدعو أهل الشعر أن يحاربوا هذه الظاهرة الغريبة. جميل. يحاربوا كثرة المقارنات. أنا أعرف أصدقاء كرهوا بعضهم بعضا بسبب هذه المقارنات. الحسد تغلغل إلى جسد الشعر من خلال جمهور الشعر ورواد الشعر الذين عززوا فكرة المقارنات والمفاضلات. وأظن أن الفكرة وصلت كاملة بعد هذه الاستفاضة أستاذة سارة. بعيدا عن الشعراء، قريبا من القصيدة، باعتقادك الشخصي ما هي طبيعة القصيدة التي تتوقعين أن يكتب لها الخلود وتبقى حاضرة ووهجها لا ينطفئ؟ حدثينا عن مثل هذه القصيدة وما ينبغي أن يحضر فيها حتى تظل وقتا طويلا في وجدان الناس. أؤمن بالسهل الممتنع، القصائد التي لا تشتغل كثيرا على يعني بإذمير النحت، القصائد التي تلحن كثيرا بكثرة الصور والابتداع لأجل الحداثة، لأجل مفهوم لكي يقال إنه مجدد تصويب الصور، مجدد وأيضا في الوقت نفسه على أن لا تكون باهتة. نعم. يعني هي أمر بين أمرين، لا أن تكون باهتة خالية من مما نسميه نحن في عالم النساء المكياج الريتوش، بعض الإضافات الجميلة من دون أن تصبح مبتذلة. نعم، يعني بعيدا عن التسطيح والتغميض، لا سطحية ولا غموض مفرط به. أحسنت. إذن لذلك قلت لك السهل الممتنع هو حلم كل الشعراء. أحسنت. ذلك تلك القصيدة التي جسدها يبدو سهلا، إذا ما اقترب تنتبه إلى العمق. نعم. لا تجد في الكلمات صعوبة في الفهم، لا تجد في الموسيقى صعوبة في اختراق الروح، إنما تجد عمقا في طرح الفكرة وتتجدد مع كل قراءة. كلما قرأت هذه القصيدة تجد مفهوما جديدا، معنى جديدا، وتختلف من قراءة إلى أخرى. هذه النقطة مهمة جدا. نعم. ويحلم بها كل الشعراء ويسعى إليها الشعراء. إذن لن نحكي الكثير جيد، ولا أن تترك القصيدة من دون زركشات أو إضافات أو لطائف. نعم. الفكرة أن يشتغل المرء على إحساسه، صدق الإحساس، الصادق بإحساسه، فيصل صوته مهما حصل ولو بعد سنوات. ولو بعد سنوات. أحسنت أستاذة سارة. و إلى سرور الشعر مجدداً، ماذا ستقرأين هذه المرة؟ إرث المتنبي. به وأنعم. تفضلي، خذينا إلى المتنبي من وجهة نظرك، تفضلي. هو ذاك أراه وأعرفه، ذاك المنحوت بخصلة أوجاعي سأقدسه، ذاك المنسي على حبري بين الأوراق تكدس صمتا فوق دمي، كم عاقر ريحا من بغداد تصب الجمر على لغتي، وحروف الخوف مبعثرة من أول دجلة حتى آخر مقهى خلف زوايا الموت، ونباح الليل سقيم الوقع ويرعبني من شرفة طروس المنفى أنفى، وأسير صعودا نحو الله أمد غصوني كي ترقى ثوب الملكوت، وأظل أمد 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 وصوتي يخنقه التابوت. يا الله. من ندم الممسوس بلعنة نردي ملتبس، وأنا ما بين النهرين المذهول أمزق كل حضاراتي، وأصفف وجه الريح أحرر مجرى الماء من التقديس ومن آشورة، لأنقش فوق تماثيل الثيران جناحا من حلم منحوت، وأعير لدجلة جمجمتي، وأعير لدجلة جمجمتي، هذه لغتي، صبي التاريخ على وجعي، صبي عينيك لأسقى كأسا من عينيك لأشرب التاريخ الممقوت،
ويظل يؤجل في الوعي، أظل أقاوم سهم الضوء، أظل أبرى في النزعات، يراودني صوت أعلى ويظل حنيني للناس. يا الله. وأعود إلى رحم الثاني، وأعود إلى رحم الثاني، والصوت المتعب يتبعني، أنسى ألمي وأحاول تخليص الأوجاع بصرخة مبحوح مكبوت، وأشد الحبل أنازع أمسي، يرهقني إرث المتنبي من بغداد إلى بيروت. ووصلت من فأتي سبتي موتي، ووصلت لفأتي سبتي موتي، والعرش أمامي. مجددا ليتك تعيدين الفقرة الأخيرة، تفضلي مجددا. وأعود إلى رحم الثاني، والصوت المتعب يتبعني، أنسى ألمي وأحاول تخليص الأوجاع بفرخة مبحوح مكبوت، وأشد الحبل أنازع أمسي، يرهقني إرث المتنبي من بغداد إلى بيروت. يا الله. ووصلت ومن فأتي تبدي موتي، والعرش أمامي. جئتك خوفا من لغتي، هربا من نعت يسبقني نحو المنعوت. قدمت لوجهك قرباني هذا التاريخ وأحزاني، أديت صلاة الدمع كآخر نسب من شفتي، وتركت يدي تنقض على أحلام الوهم الراكب خلف غدي، حتى آتيك وألقى وجهك ثم أموت. لفظ فوك، ونسأل الله أن يكتب لهذا الصوت الحر الحياة الأبدية والأثر السرمدي الذي لا ينطفئ ولا ينتهي. متواصلون معك أستاذة سارة الزين ضيفتنا من لبنان، لكن قبل أن نواصل نخرج إلى فاصل قصير ومن ثم نواصل، ابقوا معنا. عدنا من جديد أعزائنا المشاهدين، حياكم الله. ولمن التحق بنا حديثا أذكركم معنا عبر سكايب من لبنان الشاعرة سارة الزين. حيا الله أستاذة سارة مجددا. أستاذة سارة، إلى سؤال جديد هذه المرة، باعتقادك ما الذي يريده الشعر من سارة الزين؟ إجابة صريحة تفضلي. والله يريد هلاكي، يعني أنا قلتها غير مرة، الشعر مهلكي وحتفي بين روي وقافية. أظن أن الشعر يريد مني كل القرابين، يريدني أن أقدم له في كل مرة نسبا جديدا ووجعا جديدا وقصيدة جديدة تتجلى بطرق مختلفة. يريد مني أن أنكرني، أن أتجدد معه، ولكنه صراحة قرابينه صعبة جدا ومتعبة جدا ومهلكة. طيب أستاذة سارة، دعينا نعيد السؤال ولكن بتغيير بسيط وبطريقة مختلفة، ما الذي تريده سارة من الشعر في قادم الأيام والمواعيد؟ والله هي ليست مسألة ما أريد من الشعر، الشعر هو أنا، يعني أعتذر كي لا يفهم أنني أنا أدعي أني الشعر، لا، الشعر مشروع حياة. الشعر ليس مشروعا، هو حياة، هو تجلي، هو حقيقة الشاعر. لا أستطيع أن أعتبره شيئا أطمح إلى أن أنا أحتاج أن أطورني في الشعر، ولكن أنا أعيش الشعر بكلي، بتواصلي مع الناس، بأكلي، بشربي، بالطبيعة، مع الأطفال، في العمل. ليس جزءا من حياة، هو كل، ليس جزءا من كل، هو الكل. الشعر هو كما بدأنا الحلقة وتحدثنا عن الإنسان والشعر لا ينفصلان، إذن الشعر هو الإنسان والإنسان هو الشعر. إذا ما كنت أدعي
أنني أكتب الشعر، فلذلك فمن الواجب علي أن أكون صورة متماهية مع هذا الادعاء، وبذلك وعليه الإنسان لا. يحمل هنات. لذلك عندما نكتب أو ننزف الشعر في بعض الأحيان نتحدث عن عيوبنا في قصائد الكثير من الكثير من الوجع، الكثير من العيوب، الخذلان، الموت، الشتات، الضياع، هذا ما نعيشه. وأحيانا نكتب ما نتمنى أن نكون عليه. لكن بكل حال نحن لا نأمل من الشعر، نحن نحاول الشعر، نراود الشعر عن نفسه. أتخيل ماذا؟ تخيل الشعر آلهة. نعم. ونحن نقدم لها القرابين كي ترضى، يعني هي أشبه بنسف متجدد، موت يجدد في الشريان رقصته، فكيف أحصي إذن كل الجنازات؟ قبل قليل كنت أقرأ هذه القصيدة التي تعبر نوعا ما عن النسف المتجدد داخل حياة الشاعر. نعم. إذا قيل لك اختاري صلة قرابة وطيدة من القصيدة، ماذا ستختارين أن تكوني؟ أما أو ابنة أو غير ذلك؟ لا أبدا، لا أختار أبدا. الشعر روح، القصيدة روح، ليس لها توصيف أبدا. إذا ما وصفتها حجمتها، يعني إذا ما قلت إني أم لها فكأني سكبت عليها فقط رغبة أو حنو الأم. إذا ما قلت هي حبيبي أو هي زوجي أو هي عشيقي، إذا ما قلت هذا التوصيف أيضا وجهتها نحو منح الغواية والإقراء والمراودة عن النفس وغيره. إذا ما قلت ابنتي، يعني أحدها في كل المجالات أحدها. إذا ما قلت روح، سوف تستطيع بذلك أن تعرف أنه لا مجال لإعطاء صفة للقصيدة أو للشعر. لا أريد أن أؤثرها أبدا، فأطلق صراحها وأعطيها كلي. أطلقي صراحها كيفما شئت وبالطريقة التي تريحك، وأطلق العنان الآن إلى قصيدة جديدة. ماذا ستقرأين هذه المرة؟ سأقرأ قصيدة هي نوع من حوار، أتمنى أن أوثق في إظهار المطارح التي يختلف فيها المحاور والمحاورة. تفضلي. كذبتي الأولى. نعم. ستنام بعد فوات حظك يابسا، ملقا على وجه السؤال ممزقا فوق السرير، لتدير يأسك بالرحى وردا لتجمع ما تيسر من شتات، حتى ما تنتظر احتمالك عابرا في اللا وجود على رصيف الأمنيات، وتشق ليلك في السراب تصفد الوقت الجموح هنيهة كجديلة امرأة تقلب بن غربتها بركوة جارة، عند الصباح تسائل الفنجان عن حزن تنهب من تفاصيل الحياة. ماذا كتبت على الهوامش؟ لست أدري، ربما شيئا رماديا كئيبا، ربما. لا تشدي نحوك العتب المقوس حاجبيه تمهلي. ماذا كتبت؟ رسمت شيئا مبهما وخريفة وكتبت ليتك تعرفين، فأنا أشرد خاطري وأسوق مقعده اليتيم إلى ترابك كل يوم، أختفي وهمي لألبسك البلاد وما تغشاها على مر السنين. فضاحة تلك الخطوط تعرجت فيها خطاك كأنها رسل العروج إلى البلاد النائيات الغارقات كما ربيع الأغنيات. ترتاب أدري، ترتدي قلق الفصول وتختفي، وكآخر الشعراء ترجع مبهم القطرات شرقي الحداثة، أثمر الترميذ تهرب من سبات الحرف كي تحيا بقارعة السبات. تحتاج ركنا معتما حتى تخون الضوء؟ لا، يكفي كشوف واحد وستكتفي جسد الوجود النيء تخدشه الرتابة. قم معي، أحتاج أن أبقى هنا، هذه البلاد قصيدتي، تعبي، يقيني، كذبتي الأولى اللذيذة والخطيئة والسراب، ولذا سأكتب
كي أضيف الهامش المنسي ثم خريطة أخرى سأكتب لن أغير فيك شيئا، ربما بعض التفاصيل الصغيرة واختناقات الغياب. الله الله. سأغيب عبارا وأكتب عن روائحك المريرة، عن فساتين النضال المخملي، عن السذاجة في الطقوس المربكات كبسمة تخفي احتضار الرأي والعمر اليباب. سأموت في متن القصيدة للحواشي شاعرا ما زال يقدم حرفه، وغدا سينكره الكتاب. ما شاء الله عليك أستاذة سارة، وقفة لابد منها والديوان الذي بين يديك، وكلمة من أجل من يحبون لسارة زين الخير كل الخير، ماذا بإمكانك أن تقولي عن هذا الديوان الجديد حسب ظني؟ تفضلي. والله هو ديواني الأول وليس فقط الجديد، أنا كتبت قبل ذلك روايات. نعم. ولكنني كنت صراحة مرتابة من فكرة نشر الديوان. أريد أن أمسك قصائدي بعد 20 سنة، لا أريد أن أكون من الشعراء الذين يتنكرون من ديوانهم الأول، لذلك حاولت أن أؤخر فكرة النشر حتى أؤمن بأن هذه القصائد تستحق النشر. وحتى الآن ما زلت أعيش هذا الهلاكة الداخلية والشتات، غير أني أقدم هذا القليل، عسى أن يرتقي إلى الذائقة العامة. أقدم لكم نفسي ووجعي وجرحي حتى مطلع الشعر. حديث الآن عن سبب اختيار هذا العنوان حتى مطلع الشعر، لماذا يا سارة؟ والله جاءت كنوع من تناص مع حتى مطلع الفجر، ولأنني أشعر أن القصيدة تصعد من روحك عند الكتابة، هي فعلا حالة غريبة فريدة، تشعر وكأنك تنزف كلك حتى يطلع منك الشعر. نعم. لذلك سميته حتى مطلع الشعر، وكأنني أنزفني حتى يطلع مني الشعر. وحتما سيكون هذا النزيف عطريا، لا ألم فيه وإنما فيه كل الأمل. عن القصيدة، وهناك من يقول هناك قصيدة يكتبها شاعر وهناك قصيدة تكتبها شاعرة، أم أنك ترين غير ذلك؟ هناك قصيدة تكتبها الروح بعيدا عن فكرة الجندرية، وهذه كتبها رجل أو تلك كتبتها امرأة، أين تقفين بالضبط؟ نحن ندخل هنا بما يسمى النقد الأدبي. في حديثنا عن النقد الأدبي يجب أن نبتعد من فكرة شاعرة وشاعر. نعم. أو فحولة الشعر، ولمن ينتمي هذه لمن تنتمي هذه التسمية. سيدي علينا نحن معنيون بالنص. النص وحده، جسد القصيدة، هو الذي يثبت نفسه. لسنا أمام شاعرة، لسنا أمام شاعر، نحن أمام نص. نعم. هذا النص هو الذي يبقي ذكر الشاعر، هو الذي يحيي شعر الشاعر، هو الذي يؤكد لنا عن شعرية هذا الشاعر أو غياب هذه الشعرية أو غياب هذه الروح. لذلك النص وحده هو الغربال، والزمن أيضا هو الغربال. أحسنت سارة. ربما كان هناك الكثير ممن يتابعونك وحريصون على الشعر بشكل عام، ربما كان هناك الكثير يودون أن يعرفوا هل القصيدة تختار ثوبها، تختار وزنها، تختار شكلها لدى سارة زين، أم أن هناك ترتيبات مسبقة؟ أرجو ألا نفجع بالإجابة، تفضلي. يا سيدي، أنت تتحدث هنا عن طقوس، ولا أظنني أؤمن بالطقوس. لا يوجد شيء اسمه طقوس شعرية أو ترتيبات. أحسنت. هذه تحصل عند حال النظم، إذا ما أردت أن تنظم أو أن تتدرب على وزن معين، بلى، تأتي كأي علم من العلوم الأخرى. نعم. تختار بحرا، تختار قافية، تختار موضوع. تختار بحرا، قافية، موضوع، وبالتالي تقع في فخ النظم والصنع. صحيح، أحسنت كثيرا، صدقت كثيرا أيها المغفر. بلى، هناك فرق بين أن تراود القصيدة عن نفسها وأن تراودك القصيدة. أحسنت. كثيرا ما يقول لك الشعراء، والله هبطت على قلبي كوحي هذه القصيدة ب5 دقائق، ب10 دقائق. صدق ما تسمع، فعلا بعض القصائد تأتيك من حيث لا تدري، حتى أننا في بعض الأحيان
نقرأ قصيدتنا بعد الشك بها بروحنا ونستغرب، نقول يعني بطبيعة الحال الشاعر هو الناقد الأول لنفسه. أحسنت. ويعرف إذا ما وفق بنفسه هذا أم أنه لم يوفق. نعم. فيعرف ذلك بعد أن يخرج من سكرة الشعر، هذه السكرة التي تعتريه حال الكتابة. بعد ذلك يقرأ يقول والله أنا وفقت هنا، كيف جاءتني نعم. هذه الفكرة، كيف كتابت من بين يدي. فعلا تحصل هذا مع يحصل ذلك مع الشاعر عندما تراودنا القصيدة عن نفسها. نفقد أنفسنا، لا نستطيع أن نتحكم لا بمكان لا بزمان، لا أن نسعى إلى تنسيق الخلفية مثلا أو الهدوء أو البحر أو السكينة أو الزهور. هذه طقوس غريبة صراحة من يتحدث عنها فعلا أنا أستغرب. تشعرين أن هناك تصنعا ما يكون في مثل هذا القول أحيانا؟ لا أستطيع أن أحكم غير أني أستطيع أن أتحدث عن تجربتي الشخصية. القصيدة الحقيقية هي التي برأيي طبعا لا تؤمن بطقوس ولا تؤمن بمكان أو زمان. صحيح. هي تثبت على قلب الشاعر من دون مقدمات. نعم، لكن ربما ما قلت أنا يأتي في ذهن الكثيرين وهو رأي لكثير من الجمهور أن هناك من يتصنع الشعر والفكرة فيبدو نصه خشبيا لا روح فيه، لذلك لا يعجب الكثيرين، لكن حينما تأتي القصيدة طوعا للشاعر فمن المؤكد أنها ستجد محل إقامة دائمة في نفس كل من يتتبع الجمال ويتلمس خطاه. وكما أحسنت إجابة يا سارة، من المؤكد أنك ستحسنين شعرا إلى قصيدة جديدة، تفضلي لك المنبر. كاللحن في الماء للنارنج تسبيح، كاللحن في الماء للنارنج تسبيح، ريح من الخوف تطفو فوقها روح، كالأغنيات السكارى حين تسرقنا من ثقب ناي، كأن الناي مدحوح. هذه المرارة في الأشياء مقلقة، تفنى اللغات ولا تفنى التباريح، نذوق طعم شتات ليس يشبهنا ونشبه الموت، طعم الموت مفضوح. نبقى يتامى رماديين يلفحنا وجه الحياة ووجه الحلم مطروح. الله. نمد لليل أسرارا ليصحبنا في رحلة الدمع حيث الجرح مفتوح. نمد لليل أسرارا ليصحبنا في رحلة الدمع حيث الجرح مفتوح. الله. في آخر اللعشة السمراء أحجية، في آخر الرعشة السمراء أحجية، زر غليظ عن الأنات مكبوح. جميل. كقلب يونس من بطن الظلام يرى في مدمع البحر ما أبقى له نوح. لا روح في النار، لا روح في النار، هذا الرقص مصطنع ووحده الشك عند البوح مسموح. هنا شفاه من الأحزان متخمة تفدي الجراح، وكم يفديك مجروح. هنا شفاه مجددا، هنا شفاه من الأحزان، هنا شفاه من الأحزان متخمة تفدي الجراح، وكم يفديك مجروح. الله الله. حتى تصيح بما أوتيت من وجع، يا ممسك القلب هذا القلب مقروح. يا ممسك القلب هذا القلب مقروح. لا قرح الله لك قلبا ولا ذائقة ولا إحساسا. شاعرتنا سارة زين من لبنان مجددا إلى سؤال مختلف بطريقة مختلفة. سأطرح عليك 5 مفردات الآن يا سارة وتعطيني رأيك بكل مفردة بعيدا عن المعنى الدارج، أريد المعنى الذي يمثلك. هل أنت مستعدة لذلك؟ توكلنا على الله. المفردة الأولى الليل، ما الذي يعنيه لسارة زين؟ الليل للشعراء يختلفونه،
تريدني أن أطيل أم فقط أن أجيب بجواب سريع؟ لك أن تقولي ما الذي تحبينه، تفضلي، لا مشكلة. الليل ردائي يا سيدي، الليل صاحبي وصديقي ومؤنسي، وأجده لبوسا لي. وماذا عن القلق؟ القلق هو يعني رديف الخوف عندي، فلنقل إني أؤمن بالخوف أكثر من القلق، أعيش على الخوف، أدمن الخوف، أحب الخوف، في الخوف لذة يا سيدي لا يضاهيها شيء. نعم، الخوف من تكرار الذات، من تكرار التجربة. أؤمن بالقلق اللذيذ. نعم، الذي يستدعي الخوف من بعده، هذا الخوف الذي أقساته كي أستطيع أن أتحداني في كل مرة، أن أتجاوزني في كل مرة. أخاف من الوقت، أخاف من القصيدة، أخاف من أن أموت قبل أن أكتب قصيدة واحدة تشبهني حقا وصدقا. الصدى، رجع أنين الناي. الصدى هو الكلمة التي تبقى بعد أن نموت، الصدى هو القصيدة، الصدى هو الحروف التي ننزفها ويبقى وجعها صارخا في قلوب من ارتضى أن تكون حروفنا متكئا له. الأب، ما الذي يعنيه لسارة زين؟ كلي أنا، هذه نقطة ضعفي والكل يعرف ذلك. صديق في طفولتي، الشعر بالنسبة إلي كان والدي. باختصار إذا ما قيل لي ما هو الشعر كنت أقول أبي، لأن والدي كان يجلسني ويسمعني الشعر، مع أنني أصغر إخوتي، يعني كان يعتبرني أكثر أو أقرب ما يكون إلى ذائقته، فكان يجلسني ويسمعني قصائده. كنت القارئة الأولى لشعر والدي وحتى لمقالاته في علم الاجتماع والفلسفة. كان إذا ما قرأ مقالة، إذا ما قرأ كتابا، يقول لي تعالي يا بني قرأت هذا الكتاب واستنتجت منه كذا. نعم، وكذا. لذلك والدي هو نبي الشعر بالنسبة إلي، هو من علمني كل شيء. إلى المفردة الأخيرة، الغيمة. الديمة. الغيمة تشبه بالنسبة إلي روحي كلما اعتصرت لأجل قصيدة أو لأجل حرف يستاقط منها وجعي رويدا رويدا. وأشبهها بالديمة لأنها الغيمة التي تمطر برقة وعذوبة. نعم، وليس بغزارة، لأنني لا أعدني من الشعراء الغزيرين، وإن كنت من الشعراء الذين يكثرون الارتجال، غير أن الارتجال لا أعده شعرا، أعده مهارة تدل على أن هذا الشاعر هو شاعر بحق، أو هو الذي يكتب نفسه بحق. لكن نعم، الشعر شيء والارتجال شيء آخر، وأعلى درجات الارتجال هو عندما نرى شعرا في الارتجال. لذلك أنا أشبه شعري بالغيمة التي تمطر بدفء وليس بغزارة. نعم، من الجميل يا سارة أنك يعني تحيلين أغلب إجاباتك إلى الشعر، وهذا ما يعزز فكرة أنك تنتمين إلى القصيدة وأنها تمثل لك أسرة تتكاملين معها تمام التكامل، وما أطربه وأجمله من كمال واكتمال. خذينا إلى قصيدة تكون عيدا لأولنا وآخرنا في هذا العدد من بيت القصيد، وختاما جميلا على أن تكون قصيرة نوعا ما لأن الوقت يوشك أن يداهمنا، إلى القصيدة الختامية ومسك الختام، تفضلي سارة الزين. يعني أراك تميل إلى أن تكون إيجابية نوعا ما، كنت سأقرأ قصيدة حزينة صراحة. اقرأي ما تحبين، لا مشكلة، لا مشكلة، لك أن تختمي بالطريقة التي تحبين. ما زلت أخفي عن سؤالك حبي، وصداك يفضحني فكم سأخبي؟ للآن صوتك يستثير بداخلي مدنا من الحزن الجميل العذب. للآن أبحث عن غذاء لائق أحيي به موت المجاز بقلبي. من أين أشرع للخيال أضالعي، ولمن إذا احتدم الجنون سأنبي؟ أخشى ضياعك في الحديث لأنه يلقي بكل مآثري في الجب،
وأخاف حين تقول قومي، بثري عري الكفار الآن، كيف ألبي؟ فأنا ككل المتعبين كئيبة، اشتثت من بعضي بقايا دربي، وأنا كمثل الشاربين يتيمة، لا خمر يروي سكرتي في الشرب. حسبي أناملك التي علمتها أن تنقر الأشواق فوق الهدب، حسبي تمائم وارديك وجرحهم، حسبي نحيب الساكتين، وحسبي أشركت فيك الشعر حتى خلته وطنا يحلق فوق هذا السرب، وطنا يكذب في انزياحي شكله ويروقه أني أصدق كذبي، ما خانني من قبل لكن بيننا فزع يجاوز غربة المتنبي. الله الله. قدر أخير ثم تصح نخلة لتعلم الآجال معنى الصلب، معنى جديدا لا يثقف جذعه ببكائه بل بالمجاز الصعب، كالذنب أشهى ما يكون حلاوة، ولذا أخالط مدمعي بالذنب، وأراك محترقا كأول عاشق يزجي الدماء مع المدار الصب، ينساب خوفك ناسعا في شكه وكأنه الترميز عند القرب، إن البلاد تلومني في ضعفها ويضيق بي وجه اليقين الرحب. سلم على قلبي الذي أسلمته للمعجزات إذا بقيت بجنبي، سلم على غرف الحنين بخافقي وعلى جراح لوحت في ركبي، كل احتمالات الأذى هيأتها، فبأي أحزان سألقى ربي؟ الله، ما أجمل هذا الحضور المشرق، طاب هذا الحضور العذب. شاعرتنا سارة الزين من لبنان، مر الوقت سريعا. سلامك ربي وطيب الله عمرك، في قلبك الشعر والجمال، دمت شاعرا وذواقا ومقدما بارعا وأنيقا، لقلبك الشعر شكرا حتى لك. مطلع الشعر، وآمل أن تتسع الحياة بالقدر الذي يجعلها كريمة فيتكرر مثل هذا اللقاء مجددا. على أي حال، لنا لقاء قادم في استديوهات الرافدين بعيدا عن هذا النقل الذي يكون ويتم عن بعد. سارة الزين، تحياتنا لك ولكل لبنان، وأملنا أن تظلي دائما بكل خير. رسالة أخيرة إلى لبنان منك، ماذا تقولين؟ والله ختاما أتمنى للعالم أجمع وإلى لبنان طمأنينة لا يكون من بعدها كرب، وسلاما لا يأتي بعده حرب. أتمنى لكم شعرا كثيرا وجمالا كثيرا وحبا كثيرا وابتسامة دائمة. شكرا جزيلا لك الشاعرة اللبنانية أستاذة سارة الزين. مشاهدينا الكرام، بهذا نصل وإياكم إلى ختام حلقة هذا الأسبوع. الأسبوع القادم يتجدد لقاؤنا رفقة شاعر جديد، ومن يدري ربما تكون شاعرة. وحتى ذلك الحين لكم مني أطيب التمنيات، والسلام عليكم ورحمة الله. إلى اللقاء.